معرفش اشيل لينسز. ف يا رب. واو that was easy. شكلي بخوف. بس كل يوم راح احط لينسز. جماعة حطيت لينسز، شوفوا لونهم. اصلا عسلي احلى طبيعي هيك. ترجحوا هاي 27 ما تخاف الله ربك وجه طلعت بلو هي بلو 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 stop it no that's wrong stop it سيف سلك طلع في حاجات من تلون stop it وينهم شنو عندهم نثر من كوخينا ننتقل الى صباح الخير يا حلوين. ضروري ضروري بدي مساعدتكم، اكتبوا لي بالبوكس تحت شو بتحسوا لون شعر ممكن يناسبني. مش اشي ما راح اعمل اشي، بس بتشوفي بفيديو اليوتيوب الجاي. عصام الف مبروك على الاشي اللي كتير حلو اللي عامله. هاي اللي سمعتوها ريميكس عصام مع ليجاتي، يعني اشي كتير حلو يطلع من عندنا من الاردن اشي زي هيك، وصل لنيويورك ولكتير اماكن، فمبروك كتير اشي حلو. طبعا انا صايره ادمان على الايلاينر اللي اخترعته انا. هاد طلع اي كونت السيجنتشر تبعي مش قادر ما استعمله. هلا بدنا نعمل تطورات، بدي اصير اجيب الوان ايلاينر واصير ارسمه. شو معنى طبعا انا صايره ادمان على الايلاينر اللي اخترعته انا. هاد طلع اي كونت السيجنتشر تبعي مش قادر ما استعمله. هلا بدنا نعمل تطورات، بدي اصير اجيب الوان ايلاينر واصير ارسمه. شو معنى ايش عم بيصير هون؟ طبعا هون بنثبت ثلاث حقائق عن المواطن الاردني. اول حقيقه اللي هي كشرتنا هيبتنا، ثاني شيء اللي هي الغضب سر شخصيتنا، ثالث حقيقه اللي هي العناده صلابه المخ. نعم جماعه لهم سلام. لحق الطوشه يمكن نص ساعه بس هيك، ولا حدا راضي يحرك، واحنا مش قادرين نمرق، واللي ورا مش قادرين يمرق، وما بدهم مش خلص معركه هاي. واخيرا صار في نقاش في الموضوع، وشباكي بده غسيل ودقوا بعض و... إيه إيه إيه.